مصيبة مصيبة أنه يتعب الأبوين وفي النهاية يجد القسوة وعدم الرحمة والعقوق والتأفف والنظرات الغريبة. البر الحقيقي مو بأنك تقوم بحقهما فقط، البر أنك تقوم بالأمر الذي يريدونه قبل أن يطلبه. كونك تروح تفعل أمرا لهما جزاك الله خير، هذا إحسان، لكن أن تقوم قبل أن يطلب الأم والأب، والله لن يندم رجل ولا شهب ولا فتاة ندما أشد عليه من إذا وضع والده أو والدته في قبره ثم وقف تلك اللحظة ليتحسرن طوال عمره، لأنه أغلق في وجهه بابان كانت إلى الجنة. أما نصيحتي لأبنائي وبناتي أن تستغل وأن تلج إلى الجنة عن طريق الأبوين ما داموا أحياء. اسألوا من فقدوا الآباء والأمهات في بيوتهم، أظلمت البيوت وإن كانت كثيرة الأنوار والإضاءة وقلت البركة وإن كانت الأرزاق وتتدفق على هذه البيوت،